في غاية الأهمية ولا غنى عنه في أي امتحانات في السنوات القادمة بإذن الله تعالى، ألا وهو درس الممنوع من الصرف. بنسمع الكلمة دي كتير، الممنوع من الصرف، وهات كلمة ممنوعة من الصرف، ودايما كنت بتسمعه ان هو درس يعني ايه صعب ومعقد شوية من الدفع اللي كانت قبلكم، او كان يعني فيه اهتمام ورهبة كبيرة شوية من الدرس ده، لكن في الحقيقة هو يعني درس من اسهل الدروس اللي موجودة عندكم. كنا اتفقنا في بداية العام خالص اول ما بدأنا قلنا ان الدروس اللي عندكم 4 دروس بس، الاستخراجات اللي هتجيلكم 4 استخراجات بس، وال4 دروس مش متعلقين ببعض وسهلين، ما فهمش اي حاجه صعبه. واظن احنا شفنا من درس البدل ودرس المدح والذم ودرس المنادى ان الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي مشكله. ودرس الممنوع من الصرف النهارده برضو باذن الله تعالى هيكون سهل ما فيهوش فيه اي مشكله. ان شاء الله نتامل كده الجمل دي بالاعراب، تشكيل الكلمات الملونه. سمعت صوت الديك في القرية. القرية اسم مجرور بالكسرة، ده طبيعي. سمعت صوت الديك، صوت الديك في عمان، في عمان. ازاي في عمان؟ طيب الجملة اللي بعدها، ليس في المدينة مسبح. مسبح ضمتين. استمعنا كثيرا في، استمتعنا كثيرا في تونس. تونس. أأقضي العمر في كسل، تنوين بالكسر. أأقضي العمر في صحراء. فتحة واحدة، وإزاي فتحة بعد حرف الجر في. ليس في قريتي صحف، ليس في قريتي جرائد. ليه ضمتين على صحف وليه ضمة واحدة على جرائد؟ لو تأملت الكلمات الملونة باللون البنفسجي اللي هي كلمة القرية، المدينة، كسل، ستجد أنها أسماء مجرورة وعلامة جرها الكسرة. نرجع تاني للأسماء، قرية، مسبح، كرية وكسل، كلها مجرورة بالكسرة. أما صحف فهي اسم ليس مرفوع وعلامة رفع الضمة. كلمة صحف اسم ليس مرفوع بالضمة، ليس في قريتي صحف. والكلمات الملونة باللون الأحمر، عمان، تونس، صحراء، جرائد، فهي أسماء مجرورة ولكن علامة جرها الفتحة وليست الكسرة، لأنها أسماء لا تنصرف أو ممنوعة من الصرف. فكنا أستاذ أحمد إن الكلمات القرية والمدينة وكسل حطينا عليها تنوين، أما كلمة عمان، تونس، صحراء، جرائد، لما جينا نشكلها حطينا ضمة واحدة أو كسرة واحدة أو فتحة واحدة. إذا نستنتج من من الأمثلة دي، نستنتج يا أستاذ محمد إن عندنا كلمتان لازم أبنائنا الطلاب يكونوا عارفينها كويس قوي، اللي هي التنوين وعدم التنوين. فالاسم إذا كان منوناً أقول عنه إنه مصروف. إذا كان الاسم منونا زي ما حضرتك قلت، اللي هو كسل وصحف كما قلت حضرتك، أو صحفا أو صحف، فهذا الاسم مصروف. أما كما تفضلت سيادتك وقلت عمانا وتونسا وصحراء وجرائد، فهنا امتنع التنوين، إذا أقول ممنوع من الصرف. إذا التنوين يعني مصروف أو الصرف، وممنوع من التنوين أي ممنوع من الصرف. وهذه يعني ميزة في اللغة العربية يا أستاذ محمد، ليست موجودة في أي لغة من لغات العالم. أنا أستطيع
أن أحدد كلمات اللغة العربية قدروها بحوالي 12 مليون كلمة يا أستاذ محمد. أنا أستطيع في ال 12 مليون كلمة دول أحصر الكلمات المصروفة والكلمات الممنوعة من الصرف. هل يستطيع عقل أن يستوعب هذا الكلام؟ أنا لن أذكر عددا معينا، وإنما سنذكر في هذه الحصة الأصناف التي ستكون ممنوعة من الصرف، أي ممنوعة من التنوين. الممنوع من الصرف هو اسم لا يقبل التنوين، بعكس الاسم المنصرف أو المصروف هو الذي يقبل التنوين. إذن التنوين يعني الصرف، وسمي التنوين صرفا لأن له رنة كرنة الدراهم عند الصيارفة. لما كانوا يروحوا يصرفوا فلوس يحط الفلوس أو الفلوس بتشخلل كده، فده يقول لك المصاريف، تمام؟ ومنها جت برضو كلمة مصاريف البيت. فالمصروف هي الكلمة اللي بنستعملها في الرفع والنصب والجر، وبنحط عليها التنوين عادي خالص واستخدام عادي. أما ممنوعة من الصرف أي منعت من التنوين، يبقى نحط لها ضمة واحدة، فتحة واحدة، كسرة واحدة. فأهل اللغة يستخدمون هذه اللغة وهذه التعبيرات استخداما رائعا. أمثلة على الممنوع من الصرف: كلمة أحمد، زينب، مساجد، مصابيح، عرفات. هذا النوع من الأسماء لا يقبل التنوين. طب يا أستاذ محمد، قبل أن نخوض في غمار الدرس، طب ما حضرتك الأول نتعرف على بعض كده. من معنا من الوزارة؟ الأستاذة سميحة والأستاذة عزة والأستاذ محمد والأستاذ أحمد. يعني عاوز أعرف يا أستاذ محمد من خلال الأسماء اللي معانا كده النهاردة دي، مين هو اللي ممنوع من الصرف ومين هو اللي مصروف قبل ما نبدأ نتكلم في الدرس؟ أنا أستخدم اسمي محمد، تمام، وأستخدم اسمي بالتنوين. فقال الله عز وجل: محمد رسول الله. أما حضرتك أستاذ أحمد، جاء اسمك في القرآن الكريم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولم يكن اسمه أحمد، تمام؟ فهنا امتنع عن الصرف فلم يضع التنوين. إذن فماذا عن سميحة وعزة وهدى؟ كلها أسماء ممنوعة من الصرف لأنها أسماء علم، أسماء بنات، سواء فيها تاء مربوطة أو ليس فيها تاء مربوطة، فكلها ممنوعة من الصرف. إذن أستشف من كلام حضرتك الآن إن نصف الكرة الأرضية اللي هو النصف الآخر، يعني الأسماء بتاعته ممنوعة من الصرف. بالضبط، كل أسماء البنات، كل أسماء البنات سواء ينتهي بتاء تأنيث إلى تاء المربوطة أو ما فيهاش تاء تأنيث، كلها ممنوعة من الصرف. تمام، يعني إذا الأسماء، طبعا الأسماء هي إما مذكرة وإما مؤنثة. الآن خدنا معلومة من الأستاذ محمد أهو إن أسماء البنات أو الإناث كلها ممنوعة من الصرف. شكرا يا أستاذ محمد. نعود لنكمل الدرس. أمثلة على الاسم المنصرف: محمد، ولاحظ النقطة، محمد، ولو كانت منصوبة محمدا، ولو مجرورة محمد. الأذان. أشهد أن محمدا، اسم أن، محمدا، طائر، بيت، طائرة، مطعم، كل هذه أسماء مصروفة. يبقى يمتنع الاسم من الصرف إذا دخلت عليه علل تسعة
جمعها ابن مالك في اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. وده طبعا حاجة يعني ايه، خدوا بس ده كده سكرين شوت عندكم واحفظوه، وهتلاقي جامع كل أنواع الممنوع من الصرف. إذن الممنوع من الصرف يا أستاذ محمد دلوقتي إحنا هنقسمه إلى أسماء بتمنع من الصرف لعلة واحدة يعني لسبب واحد، وأسماء تمنع من الصرف لعلتين يعني لسببين، وهناك صفات هتمنع من الصرف لعلتين أي سببين. إذا فما الممنوع من الصرف لعلة واحدة؟ الممنوع من الصرف لعلة واحدة أي لسبب واحد هو أن يكون الاسم مختوما بألف التأنيث، هذه واحدة الممدودة. الثانية أن يكون الاسم مختوما بألف تأنيث مقصورة، الاسم المختوم بألف تأنيث ممدودة، الاسم المختوم بألف تأنيث مقصورة. طبعا الأسماء أسماء التأنيث ألف التأنيث الممدودة مثل أسماء وأصدقاء وحمراء وصحراء وأشياء وعلياء إلى آخره من الأسماء التي تنتهي بالألف والهمزة. أما ألف التأنيث المقصورة مثل سلمى صغرى كبرى عظمى حبلى مرضى، أي اسم منتهي بالألف اللينة التي يقول عنها طلابنا ويعرفونها أنها هي الألف اللينة. كذلك من الممنوع من الصرف لعلة واحدة صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع كده احنا قلنا ثلاثة، هم ايه بقى ثلاثة؟ الاسم المختوم بألف تأنيث ممدودة، اثنين الاسم المختوم بألف تأنيث مقصورة، ثلاثة الاسم صيغة منتهى الجموع. وصيغة منتهى الجموع هي ما جاء على وزن مفاعل أو فعائل أو مفاعيل، وهناك أيضا فواعل وفواعيل لها أوزان كثيرة. أفضل أستاذ أحمد أن الطلبة يجيبوا الكلمة صيغة منتهى الجموع ثم يزنوها بعد استخراجها، يعني لا يبحثوا عن كلمة عند البحث عن الممنوع من الصرف، لا تبحث عن كلمة على وزن مفاعل أو مفاعيل أو فواعل أو فواعيل، ولكن ابحث عن الكلمة الممنوعة من الصرف صيغة منتهى الجموع ثم بعد ذلك يتم وزنها. طيب هو برضو أنا لسه مش فاهم يعني إيه صيغة منتهى الجموع. باختصار زي ما هو مكتوب قدامكم تحت كده، إن صيغة منتهى الجموع هي جمع تكسير، جمع تكسير بعد الألف المد لجمع التكسير حرفين، يبقى دي صيغة منتهى الجموع على طول، بعد الألف حرفين. طب لو ثلاث حروف لازم يكون الحرف اللي في النص ساكن، وغالبا أو كله بتكون ياء مد، بتكون ياء مد. يبقى بعد ألف التكسير، الألف اللي في جمع التكسير حرفين، يبقى على طول دي ممنوعة من الصرف، ولو تلاحظ هتيجي على وزنين اتنين، مفاعل أو فواعل، مفاعل أو فواعل، وثلاث حروف مفاعيل أو فواعيل. تبص تلاقي إن بعد الألف ثلاث حروف واللي في النص ياء ساكنة اللي هي ياء مد يعني. مثال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ايه ده في عندي اكتر من ممنوع من الصرف اهوت على اللي احنا قلناه. فين الممنوع من الصرف في الآية الكريمة؟ طبعا احنا نحل مع بعض لسه كتير. كلمة مصابيح، مصابيح، ولكن لو لاحظت ان الباء حرف جر، وبالتالي يجب أن يكون الاسم مجرور بالكسرة، فلماذا لم يكن مصابيح؟ لأنه ممنوع من الصرف، وهناخد الممنوع من الصرف يعرب لو كان نكرة يعرب مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة، دي لسه هنقولها حالا. يبقى كلمة مصابيح مفردها مصباح، الجمع بتاعها مصابيح، بعد الألف المد باء وياء وحاء
يبقى الياء اللي في النص دي ساكنة، يبقى جمع صيغة منتهى الجموع. طب تعالى على كلمة شياطين. في ده مفردها شيطان، ودي جمع تكسير، يبقى بعد الألف المد طاء ياء نون، والحرف اللي في النص ياء مد، يبقى دي ممنوعة من الصرف. خد بالك بقى إن عندك كلمة تلميذ لها جمعين، تلاميذ، تلا الألف المد، ميز ميم ياء ذال، أرى ثلاث حروف اللي في النص ساكن، وتجمع أيضا على تلامذة، تلاميذات، تلا الألف المد، مي ذا تو، التاء المربوطة طبعا الذال جاءت متحركة، مي ذا ذا، الذال عليها فتحة، يبقى دي مش صيغة منتهى الجموع. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآية دي آية عظيمة. تعالوا كده نشوف الكلمات اللي الأستاذ محمد قال عنها منذ قليل إنها صيغة منتهى الجموع. هعرفها إزاي؟ هجيب جمع التكسير، وجمع التكسير اللي فيه ألف، لأن في جمع تكسير مثلا زي كلمة شجر مثلا، فنون، ما جمع تكسير لكن ليس فيه ألف. أنا عاوز الكلمات اللي فيها جمع تكسير وفيها ألف. مش بس كده، ده أنا عاوز بعد الألف حرفين أو ثلاثة. مش بس كده، ده أنا عاوز الثلاث حروف اللي بعد الألف لازم يكون أوسطهم ساكن، زي ما الأستاذ محمد قال لكم دلوقتي. إذا كلمة صوامع هي جمع تكسير، مفردها صومعة وجمعه صوامع، وجاءت الألف وبعدها حرفان. كذلك أسمع بعضكم يقول كلمة مساجد، فإذا كلمة مساجد هي الأخرى جمع تكسير، وجاء بعد الألف حرفان الجيم والدال. طيب الملاحظة بقى يا أستاذ محمد، زي ما حضرتك قلت، إن شفت كلمة بعض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هي منونة، لكن كلمة صوامع ليست منونة. انظر إلى كلمة بيع، بيع جمع بيعة، بيع هتلاقيها منونة. طب صلوات منونة. أما كلمة مساجد فهي ليست منونة، كثيرا منونة. إذا كلمة مساجد وصوامع هاتان الكلمتان فقط هما الممنوعتان من الصرف. صيغة منتهى الجموع صوامع على وزن فواعل، ومساجد على وزن مفاعل. الممنوع من الصرف لعلتين، هذا هو النوع الثاني من أنواع الممنوع من الصرف أو من أقسامه. قلنا القسم الأول ممنوع من الصرف لعلة واحدة، ذكرني يا أستاذ محمد بالعلة الواحدة. علة واحدة ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام: الاسم المنتهي بألف التأنيث المكسورة، والاسم المنتهي بألف الممدودة، وصيغة منتهى الجموع. الاسم المنتهي بألف التأنيث المكسورة زي كما قلنا قصوى، عظمى، صغرى. أما المنتهي بألف الممدودة زي صحراء، جرداء. والاسم المنتهي أو صيغة منتهى الجموع جاء كل جمع تكسير بعد الألف حرفان أو ثلاث حروف يكون أوسطها ساكن. ساكن بس لو في حد مش فاهم أي حاجة ياريت يقول على طول، يعني محدش يفوت حاجة. تمام، الناس بتجاوب اهوت، روان وأحمد عماد و... معلش يا استاذ محمد، تمام، معلش، الموضوع صيغه منتهى الجموع ده لانه مهم جدا، فاحنا عاوزين نتكلم فيه شويه كتير شويه. صيغه منتهى الجموع، هل كل جمع تكسير يكون صيغه منتهى الجموع؟ يعني اعطيك مثالا،
أقول كلمة أشجار فيها ألف تكسير، فيها ألف أهي، هل هي بعد الألف المد كم حرف؟ هو ده الفيصل. حرف العامل. واحد. حرف واحد، إذن ليست من صيغة منتهى الجموع. شكرا. هذا هو السؤال الأول. إذا لابد أن يكون حرفان أو ثلاثة يكون وسطها ياء ساكن. يعني لو قلت لك صيادلة، صيادلة. لا لا لا، اللام مفتوح، إذن ليست صيغة منتهى الجموع، لابد أن يكون الياء ساكنة. أوسط الثلاث حروف اللي بعد الألف يكون أوسطهم ياء ساكن. طيب كلمة مهاون، مهاون بعد جاء الألف. بعدها واو فقط يا أستاذ محمد. لا ليست واو فقط يا أستاذ أحمد، إنما الواو مشددة. لقد رأيتها من قبل في امتحان. كلمة مهاون، مساع، كلها كلمات على وزن مفاعل وكلها بعد الألف حرفان، وإن كان قد يأتي حرف علة محذوف أو قد يأتي حرف مشدد. ننتبه إلى هذه الكلمات. شكرا على هذه المعلومة القيمة يا أستاذ محمد، لأني رأيتها في الامتحانات كثيرا وكنت أعتقد أنها ليست ممنوعة من الصرف. هي ممنوعة من الصرف بعد الألف، حرفان إما مشدد أو فيه حرف علة محذوف. العلم الممنوع من الصرف العلتين، يعني لسببين. طب فين السببين؟ العلم وسبب آخر، يعني العلم و، إذا كان مؤنثا بالتاء لفظا، مؤنث بالتاء لفظا أو مؤنث معنى. لفظ، كلمة لفظ، ذكرنا أستاذ أحمد كلمة سميحة وعزة بها تاء مربوطة، إذن الكلمة تدل على المؤنث، فماذا عن كلمة زينب؟ طيب قبل أن أجيب يا أستاذ محمد، قرأت قبل ذلك أن المؤنث أنواع ثلاثة، هناك مؤنث في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ وفي المعنى، وهناك مؤنث في المعنى فقط، وهناك مؤنث في اللفظ فقط. الأسماء اللي حضرتك ذكرتها اللي هي سميحة وعزة هو مؤنث في اللفظ وفي المعنى، فكلمة سميحة لما نبحث فيها هنجد ان هي اسم لامرأة او لفتاة، وكذلك في اللفظ انتهت بتاء التأنيث، اذا سميحة، عزة، فاطمة، عائشة، خديجة، كل هذه الأسماء علم ومؤنث، مؤنث في اللفظ وفي المعنى. أما الاسم اللي حضرتك ذكرته مثل زينب وسعاد ووداد وغيرها من الأسماء التي لا تنتهي بعلامة تأنيث فتسمى بالمؤنث المعنوي فقط، ولكن قد يستغرب البعض أنني حين أقول حمزة ومعاوية وطلحة وقتادة هي أعلام مؤنثة، مؤنثة هم أسياد الرجال، ولكنهم الاسم انتهى بتاء التانيث، فلذلك نقول على اللفظ مؤنث، فاللفظ مؤنث لكنه يطلق على مذكر وليس يعني أي أستاذ مذكر. محمد لو جاء في الامتحان وقال لي كلمة معاوية لماذا، ما سبب منعها من الصرف، ماذا أقول؟ لا أقول أنه لفظ مؤنث، وإنما أقول لفظ مؤنث ومذكر معنى، أي يطلق على المذكر ولكن اللفظ احتوى على تاء مربوطة فجاءت مؤنث. يعني أقول ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. بالضبط. نعم. أما إذا كان مؤنث مؤنثا بالمعنى مثل زينب أو مريم أو سعاد، هذه أسماء إناث لكنها غير مختومة بالتاء المؤنثة. نعرف كده أستاذ أحمد سريعا على أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج بالسيدة
خديجة. خديجة رضي الله عنها. فخديجة هو اللفظ مؤنث، معنى مؤنث لفظ. ثم تزوج بالسيدة سودة، سيدة سودة أيضا مؤنث لفظ مؤنث معنى. ثم تزوج في العمر 11 من البعثة سيدة عائشة، مؤنث لفظ مؤنث معنى. ثم في الثالثة من الهجرة تزوج حفصة، مؤنث لفظ مؤنث معنى، بيتا مربوطة أيضا. ثم في السنة الرابعة من الهجرة تزوج زينب، أهو زينب ده مؤنث معنى لكن اللفظ مذكر. ثم أم سلمة، سلمة مؤنث لفظ مؤنث معنى. السيدة زينب بنت جحش، زينب هو مذكر لفظ لكنه مؤنث معنى. سيدة جويرية مؤنث لفظ مؤنث معنى. حبيبة أو رملة بنت أبي سفيان، رملة مؤنث لفظ مؤنث معنى. صفية وميمونة مؤنث لفظ مؤنث معنى. ثم ماريا مؤنث لفظ مؤنث معنى. إذن فكلمات عائشة وحفصة وميمونة هي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. عرفنا عائشة على أنها أنثى كما رأينا أنها ختمت بالتاء المؤنثة وبالتالي هي ممنوعة من الصرف، السبب العلمية والتأنيث. وهنا أقول تأنيث لفظي وتأنيث معنوي، الأمر بسيط جدا. إذا كان العلم أعجميا زائدا على ثلاثة أحرف، يعني إيه زائدا على ثلاثة أحرف؟ أسماء أصلها غير عربية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. أستاذ محمد، كلمة إبراهيم، كلمة إسماعيل، اسم إسماعيل وهو أبو أو جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو رمز للعربية، أعجمي؟ نعم، اللفظ، اللفظ في ذاته أعجمي، اللفظ في ذاته أعجمي. ثم إن سيدنا إبراهيم كان من بابل من العراق ولم يكن يتحدث اللغة العربية، وإنما كان أول من تحدث باللغة العربية كان سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فكلمة هود ونوح ولوط أسماء عجمية لكنها تتكون من ثلاثة حروف فقط وليس زائد عليها شيء. فالقاعدة هي أن إذا كان العلم أعجميا زائد على ثلاثة حروف وبالتالي هذه الأسماء تقبل التنوين. كتبت تحت تذكر صن شملة، ما معنى صن شملة؟ صن شملة تجمع كل الأنبياء، أسماء الأنبياء المصروفة، المصروفة التي تقبل التنوين. يا صالح، تمام، كلمة صالح. نوح، إنا أرسلنا نوحا، يبقى نوح. شعيب، قالوا يا شعيب. ميم، محمد صلى الله عليه وسلم. ولوط، قالوا إن فيها لوطا. والهاء، هود عليهم الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. إذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا، ما معنى المزج؟ نسمع في قنوات الطبخ المنتشرة يقول لك ورقة وقلم معايا واكتبي، هتجيبي دقيق وتحط عليه البيض وتحط عليه مش عارف ايه وتمزجيهم بالخلاط. هل بعد مزج هذه المكونات مع بعضها وعملنا منها العجينة هل نقدر ان احنا نفصلهم تاني عن بعض؟ لا، مستحيل. كما اضع مقدارا من الشاي على بعض الماء وامزجه اسمه شاي. لا يمكن إعادة فصل كل منهم. فكلمة مثلا أستاذ أحمد، كلمة عبد الله أو عبد الرحمن،
نعم، هذا تركيب يا أستاذ محمد، لكنه ليس تركيبا مزجيا، وإنما هو تركيب إضافي. عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد التواب، وهذه الأسماء قلناها قبل ذلك في درس المنادى، في المنادى المضاف. قلنا انها منادى مضاف لانها مضافه الى بعضها. اما التركيب المزجي مثل حضر موت، فهي كلمه مكونه من كلمتين، حضر وموت، وكذلك بعلبك، فهي كلمات ممزوجه اختلطت ببعضها، ومثل ايضا بورسعيد. يعني انا لا اقول انني ذاهب الى بور. ولا يمكن او شرم او كفر، انما كفر الشيخ، شرم الشيخ، بور سعيد، بور فؤاد، هذه كلمات مزجت مع بعضها رغم انها مكونه من كلمتين ولها اصل. طبعا بور يعني فقير، وسعيد يعني السعيد الفقير، ولكن مزجت في مع بعضها. وبور فؤاد ايضا نسبه وسمعت اليه. رأيا آخر يا أستاذ محمد عن بور سعيد، سمعت من يقول إنها بور، أي بورت يعني ميناء باللغة الإنجليزية، وسعيد نسبة إلى الخديوي سعيد، فقالوا بورت سعيد على بعضها. هذا رأي أيضا وهذا سمعته. رأي أقرب، لأن بور فؤاد نسبة إلى الملك فؤاد الأول، نعم فهذه الكلمات لها أصل، تمام، لكنها قد مزجت مع بعضها البعض ولا يمكن أن نعيد فصلها عن بعضها الآن، فبالتالي هي أصبحت تركيب مزجي. نعم إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين، هذا أيضا العلم، العلم المختوم بألف ونون زائدتين مثل سليمان وعثمان وعمران ورمضان وشعبان وسعفان، وأبناؤنا الطلاب يستطيعون أن يأتوا بأمثلة عديدة لهذا النوع إذا كان الاسم مختوما بألف ونون زائدتين. إذا فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، وأستطيع أن أقول ممنوع من الصرف للعلمية ووزن فعلان كذلك. إذا كان على وزن الفعل، وزن الفعل لو كنا كلمة أحمد، أنا معي في الحصة الآن الأستاذ أحمد، فكلمة أحمد هو اسم لشخص، لكن ماذا لو قلت أنا أحمد الله على نعمه؟ أنا أحمد الله، إذا أصبحت هنا فعلا مضارع. يعني يا أستاذ محمد أنت تقصد إذا قلت أنا أحمد وأنا أحمد الله كيف أعربها؟ أنا أحمد، أنا مبتدأ أو ضمير في محل رفع مبتدأ، وأحمد خبر. أما أنا أحمد الله، أحمد أصبحت فعل مضارع مرفوع بالضمة، والله لفظ الجلالة مفعول به. يعني يا أستاذ محمد لأن الفعل لا ينون وهذا الاسم على وزن الفعل فاكتسب منه عدم التنوين. بالطبع، ويزيد أيضا، لو كنا مين حبيب بابا؟ يزيد. يزيد، لكن لو كنا يزيد الماء في النهر، يزيد الماء في الإناء، فأصبح فعل مضارع. وكما تفضل أستاذ أحمد وقال إن يزيد يستخدم كفعل، والفعل لا يمكن أن نضع له تنوينا. إذا كان على وزن فعل مثل عمر وجحا وزحل، وليس هناك كلمات كثيرة على هذا الوزن في الأسماء. طبعا يا استاذ محمد ابني اسمه عمر وابوه اسمه احمد، أحمد، اذا فاسم ابني عمر احمد وعائلة خليفة، ما هو خليف ممنوع من الصرف. العائلة كلها اما ممنوعة. انت فلديك عمر بارك الله فيه، لكن عمر هو الممنوع من الصرف، اما ابوه فليس ممنوعا من الصرف. نأتي للصفة. كذلك الصفة وهي الصنف الآخر، الصفة لها 4 مواضع. الموضع الأول الصفة المختومة بالألف والنون الزائدتين. قد يقول لنا بعض الطلاب ما أنا قلت قبل ذلك يا أستاذ
منتهي بألف ونون زائدتين. أيوة هذا هو الاسم. إذا فالمنتهي بألف ونون زائدتين اسم أو صفة. قلنا قبل ذلك الاسم مثل رمضان وعثمان وسمعان وسعفان، أما هذه فصفة، غضبان وسكران وعطشان وجوعان، فكلها صفات ومختومة بألف ونون زائدتين. كذلك الصفة على وزن أفعل، مؤنث فعلاه، أعرج عرجاء، أخضر خضراء، وهكذا. إذن الصفة التي تأتي على وزن أفعل. ومنها كل الألوان يا أستاذ أحمد اللي على وزن أفعل. والعيوب. الألوان والعيوب، أحمر وأخضر وأصفر وأزرق وأسود، ومنها كلمة سوداء بنت الفقير، فسوداء لم نجدها في القصة، وكذلك شجر الدر، فلم نجد كلمة سوداء أبدا منونة، رغم أنها فعلت الأفاعيل في قصة شجر الدر، ولكنها لو لاحظتم أو وأنتم تراجعون كده مراجعة سريعة على قصة شجر الدر، لن تجدوا كلمة سوداء لكن منونة. حضرتك تقصد ان هي سوداء منتهية بالالف والهمزة، اي انها اسم ممدود ده لو كانت على العلم، مؤنث. أما لو كانت صفة مثل لو قلت اللوحة سوداء منها كلمة أسود على وزن أفعل مؤنثه فعلاء. اما اذا كانت على وزن مفعل او فعال، مفعل او فعال، قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. العدد من 1 لـ10 يا استاذ محمد، انا ساقول ما ياتي على وزن مفعل وحضرتك هتقول على وزن فعال. 1 موحد، أحد، مثنى مثال، ثنائي، ثلاث، مثلث، ثلاث، مربع، رباع، مخمس، خماس، مسدس، سداس، مسبع، سباع، مثمن، ثمان، ثمان، مدسع، تساع، تسع، معشر، عشار. عشر. شفتم انا قمت بدور مفعل والاستاذ محمد قام بدور فعال، لان ياتي في الامتحان ويقول احاد وثلاث وخماس وجاء الطلاب سداس، اذا كلها ممنوعه من الصرف على وزن مفعل. مهاون يا استاذ محمد، في الطالبه روان تقول مهاون بالنون، لم نقصد مهاون بالنون، ما ليس هناك كلمة اسمها مهاون، لكن نقصد أنها منونة. فالاسم، الصفة التي نتحدث عنها الآن، التي قام الأستاذ محمد بذكر كلمة وزن مفعل وأنا قمت بفعال، قلنا أنها تأتي في العدد من 1 لـ10 على وزن مفعل أو فعال. أما إذا كانت كلمة على وزن فعل وهي كلمة أخر، قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، طب فعدة أنطقها أستاذ محمد، أنطقها أنا، فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه. إذا وصلت نعم فستنطق بالتشكيل، تمام، ولكن أيضا سوف نضع فتحة واحدة وليس تنوينا. بارك الله فيك. أما إعراب الممنوع من الصرف، باختصار لو تلاحظ كل اللي إحنا قلناه أستاذ أحمد كله، سواء صفة أو علم أو ممنوع من أو ممنوع من الصرف العلة واحدة، كله إما جمع تكسير وإما مفرد. كل الممنوع من الصرف يا شباب إما جمع تكسير وإما مفرد، والاتنين إعرابهم واحد، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، هذا النوع المعروف، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. ده المعرفة العادية اللي انتوا قبل ما ناخد درس الممنوع من الصرف دلوقتي انتوا طبيعي عارفينها، ده اسمه الايه؟ النوع المعروف، ومنه المعرفة.
فإذا كان الممنوع من الصرف معرفة، إذا جاء معرفة فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، بشرط أن تكون هذه المعرفة إما معرف بالألف واللام أو جاي بعده مضاف إليه أو متصل طبعا بضمير، يبقى معرف بالألف واللام أو بالإضافة. هذه وسائل تعريف المضاف اللي ممنوع من الصرف. أما إذا لم يأتي معرفة، لو جاء نكرة فإنه يعرب نفس الإعراب العادي خالص، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، ويجر بالفتحة. إذا كان نكرة يجر بالفتحة، هو ده الاختلاف الوحيد. يبقى الممنوع من الصرف يعرب حسب موقعه في الجملة، سواء جاء مبتدأ، فاعل، مفعول، اسم كان، خبر إن، مضاف إليه، اسم مجرور، أيا كان موقعه في الجملة عادي خالص، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، يجر بالكسرة. أما إذا كان نكرة فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة زي العادي خالص، لكنه يجر بالفتحة. تدريبات على الممنوع من الصرف. ضع مكان النقط أسماء ممنوعة من الصرف واذكر سبب المنع. ضع مكان النقط أسماء ممنوعة من الصرف. أخي نقط رجل شجاع. أخي نقط رجل شجاع. يلا يا شباب نحل، عايزين كلمة بقى من الكلمات اللي احنا قلناها في الممنوع من الصرف نحطها هنا مكان الجمل، مكان النقط. أخي، عايزين نحط كلمة تكون ممنوعة من الصرف. أجيب أنا أستاذ محمد؟ نضرب فرصة سريعة للطلاب ونتابع الإجابات بتاعتهم. أريد أن أجيب وحضرتك تصوب لي إن أخطأت يعني. تفضل. أخي محمد رجل شجاع. أخي محمد. نعم. أخي محمد، محمد. أنت نطقتها بالتنوين أصلا، فطالما أنك نطقتها بالتنوين إذا هي مصروفة. يعني ليس كل الأعلام أي علم ممنوع من الصرف. لابد وأن يكون علم إما مؤنث وإما أعجمي وإما تركيب مزجي وإما على وزن فعل وإما على وزن الفعل، هذه الأعلام الممنوعة من الصرف. مرة أخرى. تفضل. مثلا أحمد أو عمر. أحمد وعمر. أحمد لأنها كلمة على وزن الفعل، تستخدم اسم وتستخدم فعل على وزن أفعل مؤنث أفعل، وكلمة عمر على وزن فعل. الولاد قالوا إيه؟ دعاء قالت عمر لأنه على وزن فعل. أجابت مثلي. وعبده قال شعبان، وعبده قال عمران، وعمر سمير قال أحمد، وروان قالت أحمد. مش عارف، مش كاتب اسمه، كاتب عمران صح. ايوه عمران صح طبعا. عقبه، احسنت يا روان. احمد عماد قال احمد. تمام، يبقى ده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني، كان نقط قائدا عربيا مشهورا. روان قالت عقبه، وشفنا افعال احمد. تمام. شوارع المدينه مجهزه نقط تحول الليل إلى نهار. إيه اللي يحول الليل إلى نهار في الشوارع؟ أعمدة. أعمدة، هي الأعمدة تحول الليل إلى نهار، ولكنها مصابيح. مصابيح. الأعمدة ليست ممنوعة من الصرف لأنها كلمة عادية مفردة، كلمة عادية ليست اسم وليست صفة. نعم، إذن مصابيح. مصابيح. بمصابيح. يبقى ولا اقول بمصابيح. تتوقف على هل الكلمه هنا نكره. ما هو انت أو علمتني معرفة؟ انت علمتني يا استاذ محمد ان مصابيح فيها الف تكسير، وبعد الف التكسير جاءت ثلاثه احرف الباء والياء والحاء، وعلمتني ايضا انه لابد ان يكون الحرف المتوسط ساكنا، وهي جاءت ساكنه فعلا، فمصابيح اذا فهي ممنوعه من الصرف، فأقول بمصابيح. هذا بالجزء الأول أنها ممنوعة من الصرف. نعم. أما الجزء الثاني فكيف ستكتب، بالفتح أم بالكسر
ام بالضم؟ كنا ان يعني حضرتك قلت بي بي مصابيح، يبقى الباء حرف جر والكلمة هنا مصابيح نكرة. إذا طالما جاءت نكرة فإنه يجر بالفتحة، يبقى بمصابيح. كما قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. أنا أستطيع أن أحل أو أجيب عن السؤال الأخير يا أستاذ محمد. تفضل يا أستاذ أحمد. زرت مدينة بورسعيد، بورسعيد حضرتك قلتها منذ قليل، وأنا أقتبس منك هذه الكلمة. زرت مدينة بورسعيد وأعجبت بجمالها، هل هذه الإجابة صحيحة؟ زرت مدينة بورسعيد، الإجابة صحيحة لأنها علم مركب. وزرت مدينة بعلبك، شرم الشيخ، كفر الشيخ، كل هذه أسماء. في بعض الطلاب قال القاهرة والإسكندرية، كلها أعلام مؤنثة. أحسنت. إلى هنا نأتي إلى نهاية حصة اليوم. شكرا على حسن المشاهدة، ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد.